سبتك علشان بوليمورفيك زادوا السكر بح، وفضلت ألم فالم على قلبي مفيهش عيوب، قام وقعت مني تيوب كان فيها الملح، قام قل الملح، وفضلت ألم فالم وعرفت إن الفيرال نورمال وطبيعي وصح وطبيعي وصح. الاغنيه اللي سمعناها دلوقتي هتفكرك بالسكيما بتاعه السي اس اف اناليسز، بس تعالوا الاول اشرح لكم السكيما وبعدين اعلمكم واقول لكم ازاي تفتكروها من الاغنيه بمنتهى السهوله ان شاء الله. في الانسان الطبيعي يا حبايبي مفيش سيلز في السي اس اف، او تلاقي فيه سيلز بس مش كتير، ما تزيدش عن 5 بير هارد فيلد. يبقى الطبيعي من 0 لـ5. لو لقيت السيلز زايدة في الـ CSF شوف نوع الخلايا اللي زايدة دي ايه بالظبط. الـ White Blood Cells زي ما انتوا عارفين بيقسموها الـ Polymorphonuclear و Mononuclear. جميل؟ يبقى لو لقيت الـ White Blood Cells زايدة في الـ CSF تبص تشوف نوعها. لو Polymorphonuclear، لو نيوتروفيلز زايدة في الـ CSF يبقى سيبتك مينينجايتس. وعشان تتأكد تقوم باصص على الشوجر تلاقيه قليل قوي في الـ CSF، السكر هتلاقيه قليل قوي. مقطع البداية بتاع الأغنية اللي غنيناها هيفكرك بالكلام ده بمنتهى السهولة. الأغنية في بدايتها كانت بتقول سيبتك علشان بوليمورفيك زاد والسكر بح. بوليمورفيك زاد، تفتكر البوليمورفونيوكلير لوكوسايتس زادت في السي اس اف، النيوتروفيلز زادت في السي اس اف، والسكر بح، تفتكر الشوجر قل قوي في السي اس اف، بح يعني قل قوي. سيبتك، تفتكر سيبتك مينينجايتس. جميل الكلام ده لو لقيت البوليمورفونيوكلير لوكوسايتس هي اللي زادت. طب لو لقيت الزيادة في الليمفوسايتس يبقى حاجة من اتنين، يا اما تيوبركولوس مينينجايتس لو الكلورايد لقيته قليل، يا اما فيرال مينينجايتس لو الكلورايد لقيته نورمال. الجزء الباقي من الاغنية بتاعتنا هيفكرك بالكلام ده بمنتهى السهولة. تعالوا نكمل الأغنية، كانت بتقول إيه؟ وفضلت ألمف ألمف على قلب ما فيهش عيوب، أم وقعت مني تيوب كان فيها الملح، أم قل الملح، وفضلت ألمف ألمف، تفتكر إن الليمفوسايتس هي اللي زادت في الـ CSF، أم وقعت مني تيوب، تفتكر تيوبركلوس مينينجايتس كان فيها الملح، أم قل الملح. الملح هيفكرك طبيعي بالصوديوم كلورايد، بس هنا انا عايزك تفتكر الكلورايد بس. خلاص يبقى الملح هيفكرك بس، يبقى قل الملح، تفتكر قل الكلورايد. يبقى الجزء ده من الاغنية بيفكرك انك لو لقيت الليمفوسايتس هي اللي زايدة في الـ CSF والكلورايد قليل يبقى ده تيوب، تيوبركلوس مينينجايتس. نكمل الأغنية، وفضلت ألمف ألمف، بتتكرر تاني في الأغنية لأن الليمفوسايتس زي ما هي بتبقى زايدة في التيوبركلوس مينينجايتس بتبقى زايدة برضو في الفيرال مينينجايتس. خلاص يبقى الأغنية بنكملها بتقول وفضلت ألمف ألمف، بيتعاد تاني المقطع ده. هتفتكر الليمفوسايتس زايدة في السي اس اف، وعرفت ان الفيرال نورمال وطبيعي وصح، فتفتكر ان الفيرال مينينجايتس السكر هتلاقيه نورمال طبيعي، الكلورايد هتلاقيه نورمال طبيعي برضو، وزي ما قلنا الليمفوسايتس بتبقى زايدة في السي اس اف، وفضلت ألمف ألمف. الكلام اللي فات ده يا حبايبي لو الزيادة كانت في الوايت بلاد سيلز، لكن اوقات تلاقي زياده في الخلايا في الار بي سيز.
فكروا كده شوية يا شباب، ايه اللي يزود الار بي سيز في السي اس اف؟ برافو عليكم، سب اراكنويد هيموريدج. سب اراكنويد هيموريدج. كورس المايسترو لشرح البطنة بالاغاني، شرح البطنة كاملة، اشترك الان. دكتور برهان.